لكم هذا سيت الممالح او سيت المزيتة. هذا الجمال متكون من مزيتة عدد 2. فرفوري بهذا الشكل، طبعا كل قطعة لون وايضا وياها ممالح عدد 2. هذا الجمال ايضا فرفوري لون الاصفر والاخضر، فتشي كلش حلو، وايضا حبايب ويا الستاند مالته شي كلش مرتب، يعني شكله على الكاونتر يخبل، يعني شكله بدون ما تخلون بيه شي حلو. اما سعره جدا مناسب 4500. سلة اكريليك متعددة الاستعمال، شفافة واليدة مالتها باللون الذهبي، شكلها كلش حلو وقياسها كلش مناسب، تقدرون تدخلون بها الشغلات اللي انتو تريدوها. اما سعرها 2000 دينار. وحبايب جبنا لكم اكثر من قياس للطاوات الجرانيت، فتعالوا خل اشوفكم. هذا القياس، قياس 22 جرانيت، هي اصلي زيتي مثل ما بتشوفون، طبعا جدا ثقيلة، وايضا طيب بها قاعدة حماية ويده مالتها جدا قوية. اما سعرها 9000، ومثل ما قلت لكم حبايب متوفر اكثر من قياس وباكثر من سعر. وحبايب ب1000 دينار جبنا لكم المزيتة الزجاج فخاخ هذا الشكل، سعر قطعة 1000 دينار بس، وراح تلقوها بالطابق الثاني. سلة نفايات قياسها كبير، الغطاء مالتها يكون قلاب بهذا الشكل، متوفر بها اللون الرصاصي، سعرها 9000. وحبايب هاي الدواسة يعني حرفيا كلش حلوة، شوفوا جمال الفرو مالتها، ناعم وبنفس الوقت كلش ثخينة، وايضا هاي الجهة الثانية مالتها قياسها كلش مناسب، شوفوا جمال الالوان كلش حلوات، سعر القطعة 5500. يا مساء الشغلات اللطيفة، خل اشوفكم هذا سيت الفنجان الفرفوري اللي بهذا الجمال، كلش حلو شكله، شي يحبط، متكون من 6 قطع، سعر السيت بلاش حبايب 10750، بالاضافة متوفر اكثر من شكل واكثر من لون، وبألف دينار بس سيت استكان 6 قطع، تعالوا خل اشوفه الكم. هذا الشكل فشي كلش نازل، زجاج شفاف، قياسه كلش حلو، ومثل ما قلت لكم 6 قطع، سعر 1000 دينار. ومانع الاتربه او مانع الحشرات اللي كلش راح تستفادون منها، خلوها جوا الباب، تكون اسفنجات مطويه، راح تفيدكم كلش هواي، سعر القطعه 1000 دينار، متوفر بها اكثر من لون. وحبايب شوفوا شنو جبناكم من الطابق الثاني، السياج اللي حيل حبيتوه، طبعا شكله مره يخبل، شوفوا جمال الورد كلش حلو، قياسه كبير، تقدرون تتحكمون بالقياس اللي انتم تريدوه او تخبلوه. اما سعره 14000. الطابق الثالث طابق المفروشات، تقدرون تاخذون شرشف نفرين بسعر 9500، تعالوا خل اشوفه لكم. شرشف نفرين، طبعا الخامة مالته كلش حلوة، وايضا تجي وياه 2 وجه مخدة، متوفر باكثر من لون واكثر من اشكال، اما سعره مثل ما قلت لكم 9500.